السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سادس؟ كل عام وأنتم بخير. نبدأ بالفصل الدراسي الثاني في مادة التاريخ، الدرس الأول وهي وحدة نظام الحياة في المجتمع المدينة المنورة. الدرس الأول هو قيام المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة. زي ما تحدثنا في نهاية الفصل الدراسي الأول عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أنه هاجر المهاجرين تاركين أموالهم في مكة نصرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تركوا أموالهم في مكة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة المنورة قام بأول عمل هو بناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. وعندما وصل إلى المدينة المنورة قام ببناء المسجد النبوي، وأيضا قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقام ببناء السوق وإصدار دستور للمدينة المنورة، وسمي هذا الدستور بالصحيفة. إذن ما هو، اكتبوا السؤال، ما هو أول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله للمدينة المنورة؟ بناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. الآن في عنا كمان سؤال، ما هي الأعمال التي قام بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وصوله المدينة المنورة؟ أول عمل هو بناء المسجد النبوي، حيث كان هذا المسجد ليس فقط للعبادة، أيضا كان لتعليم القراءة والكتابة، وتشاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه واتخاذ القرارات. العمل الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا هاي المؤاخاة أثرت في تأسيس المجتمع الإسلامي، حيث تقاسم الأنصار مع المهاجرين ما لديهم من أموال في المدينة المنورة، وفروا لهم السكن والمأوى والطعام والشرب، لأن المهاجرين كانوا قد تركوا أموالهم وثرواتهم في مكة. تنفي عنا سؤال على المؤاخاة، علل أثرت المؤاخاة في تأسيس النظام الاجتماعي للمجتمع الإسلامي. طبعا الجواب أنه استقبل الأنصار المهاجرون وفروا لهم السكن والمأوى والطعام، إذ أن أغلب المهاجرين تركوا أموالهم وثرواتهم في مكة، مما جعل الأنصار يتقاسمون معهم ما لديهم. الآن في عنا تعريف المهاجرين، من هم المهاجرين؟ هم المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. أما الأنصار طبعا تاركين أموالهم في مكة. كمان مرة، المهاجرون هم المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تاركين أموالهم في مكة. أما الأنصار هم المسلمين الذين نصروا المهاجرين وتقاسموا معهم ما لديهم في المدينة المنورة، طبعا من أموال وثروات. العمل الثالث الذي قام به سيدنا محمد هو بناء السوق. بنى سوق إسلامي للمسلمين مستقل عن سوق اليهود. هذا السوق يبيع ويشتري وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. الآن العمل الرابع الذي قام به سيدنا محمد هو إصدار دستور المدينة المنورة أو الصحيفة. هذا الدستور نظم العلاقة بين فئات المجتمع في المدينة المنورة، وحقق العدالة بين الناس. الآن في عنا بنود لصحيفة الصحيفة أو دستور المدينة المنورة. ما هي بنود هذه الصحيفة؟ أنا طلبت منكم بس اكتبوا حفظ أربعة، هم ثمانية، أنا بدي تحفظوا أربعة. أول بند من بنود الصحيفة التمسك بدين الإسلامي، بمبادئ الدين الإسلامي. اثنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أمر الناس بعمل الخير وترك فعل الشر.
ثلاثة، رد الخلافات فيما بينهم إلى الله ورسوله، دائما يحتكموا إلى أمر الله ورسوله. أيضا أربعة، تنظيم علاقات المسلمين بعضهم ببعض، وأيضا التعهد بحماية المدينة من أي عدوان خارجي. وستة، السماح بحرية العقيدة لجميع سكان المدينة. طبعا مطلوب منكم تحفظوا أول أربعة، واضح؟ بنود الصحيفة أول أربعة، 1 2 3 4. طبعا النقطة السابعة في بنود الصحيفة، التأكيد على الحقوق التأكيد على الحقوق الدينية والسياسية والمالية للمسلمين واليهود. 8، على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن يناصروا بعضهم في الوقوف أمام من لا يلتزم ببنود هذه الصحيفة. بقي عنا نعرف ما هي أهمية هذه الصحيفة. ما هي أهمية الصحيفة؟ 1، أقرت الصحيفة أن المسلمين أمة واحدة ويد واحدة. أيضا أعطت الصحيفة الحرية الدينية داخل المدينة. وأيضا أصدرت الصحيفة أو إصدار الصحيفة يمثل تطور كبير في المفاهيم الاجتماعية والسياسية في شبه الجزيرة العربية. وهيك يا مس بنكون أنا هنا الدرس. حلو أسئلة الدرس ويعطيكم ألف عافية.